ما بين بابي سعنة واليمن سوق تباع فيها النفوس بلا ثمن. اليمن اسم يحيلك إلى التاريخ وهجرات العرب منها عند انهيار سد مأرب، وكانت هذه البقعة من ولاية إزكي في داخلية عمان إحدى نقاط استقرارهم، فكانت هذه الحارة حارة اليمن. سميت بهذا الاسم لأن سكانها القدامى من العرب اليمانيين وهم القحطانيون. واليمن بفتح الياء والميم كما أوردها المؤرخون في كتاباتهم الأدبية التاريخية، كالسالمي في كتابه تحفة العيان بسيرة أهل عمان، وابن رزيق في كتابه الفتح المبين في سيرة السادة البسعيديين، وكذلك السرحني في كتابه كشف الغمة. عندما تسلك أياً من طرقات حارة اليمن أو سككها، فإنما تمشي على أديم من تاريخ تنطق حبات رمله بأحداث تواترت وأجيال على تقلبات الدهر تعاقبت. تعد حارة اليمن من بين أقدم حارات ولاية إزكي بمحافظة الداخلية، وكما نلاحظ ونشاهد بأنها قديمة البنيان عظيمة الشان، يحيط بها سور من جميع الاتجاهات وبها ثلاثة أبراج دفاعية. والملاحظ أن البعض يطلق عليها يمن بدون اللام المعرفة وسكون الياء والنون وفتح الجيم، وذلك لاستسهال النطق بها كما ورد عند البهلاني في كتابه نزهة المتأملين في معالم الأزكويين. وتحدثك جدران المباني بعراقة المكان العبقة رغم تعاقب الدهور وخواء الدور، فالحارة لا زالت محتفظة بجانب كبير من عنفوانها وتفاصيل مبانيها وهندستها البديعة. أبواب لا زالت صامدة بأناقة إبداعها متشبثة بجدران تأبى الانحناء رغم تهاوي أسقف الكثير من البيوت، صامدة بدقة صناعتها وبذخ تفاصيلها ونقوشها، ولا زالت تستوقف الباحث المنقب والزائر العابر. تعد هذه الحارة من بين أقدم المستوطنات في عمان، حيث توجد إشارات إليها فيما يسمى بنقوش ألواح أشتار الخاصة بالملك الآشوري آشور بانيبال، والتي تعود للقرن السابع الميلادي، وتمت الإشارة إلى ذلك في كتاب بعنوان حارة اليمن التوثيق وخطة الإدارة الصادر عن وزارة التراث والثقافة العمانية. وهذا ما يؤكد على أن هذه المستوطنة قديمة وتعود إلى ما قبل الإسلام. وتشير المصادر إلى أن عملية إعادة بناء هذه الحارة كما هو عليه حاليا تمت في القرن الثامن عشر للميلاد. كما تشير المصادر التاريخية إلى أن جامع إزكي القديم الموجود بداخل هذه الحارة تم ترميمه في عهد الإمام عزان بالقيس في القرن التاسع عشر للميلاد. الناظر إلى الحارة من علٍ يرى لوحة بارزة على صفحة الأديم، مخطط سكني متكامل، البيوت على شكل مربعات أو مجموعات مبنية باللبن والحجارة وبعضها بالحصى والصاروج، تزينها نوافذ وأبواب خشبية متقنة الصنع. تربط فيما بينها سكك تؤدي إلى طرقات أوسع يسلك فيها الماشي إلى مرافق الحارة العامة وإلى مخارجها العديدة. ويحيط بالجميع سور منيع به ثلاث قلاع وعدة أبراج دفاعية وأربعة مداخل تسمى صباحات. حارة اليمن نموذج من نماذج العمارة الإسلامية، وذلك من خلال السور هذا إلى جانب الأبراج الثلاثة إلى جانب الأبواب الأربعة المحيطة بجوانبها
فمن هذه الأبواب نجد أن هناك ثلاثة منها مغلقة كجهة أمنية، بالإضافة إلى الباب الرئيسي الذي يطلق عليه باب الصباح. هنا تجد الجامع القديم الذي كان جامع إزك الأكبر حتى عهد قريب، وما يدل على ضخامة هذا الجامع أنه كان يضم 64 عموداً استوانياً تقلصت إلى 16 عند إعادة ترميمه الذي كان بين عامي 1868 ميلادية و 1870 ميلادية، وبه ثمانية أبواب ومحراب بديع. وغير بعيد يوجد مسجد أبي سبت. نمط البناء قائم على استخدام المواد المحيطة بالبيئة كالطين والحجارة، بالإضافة إلى الأخشاب لا سيما خشب النخيل، والتي تمثل أعمدة أو ما يطلق عليها باسم الجذوع التي تستخدم في السقف. تتوزع بين جنبات حارة اليمن خمسة مجالس عامة كانت مفتوحة لكل من أرادها من أهالي الحارة لمناسبة خاصة أو عامة، وتغذي الحارة أربع آبار مياه داخل أسوارها للشرب ولشتى استخدامات سكانها، عدا الأفلاج التي تجري تحتها أو قريبا منها. وجود الجامع الكبير ووجود المرافق المتعددة المتمثلة في الطرقات والممرات، وهناك نظرة مستقبلية لهذه الممرات حيث أنها متسعة وتتسع بالوقت الحاضر لمرور السيارات. أيضا من أبرز معالمها وجود المنازل ووجود الآبار المياه، بالإضافة إلى المحلات التجارية والدكاكين. تغنى بالحارة كثير من ساكنيها وزائريها، وهي الحارة العريقة بتاريخها الغنية برجالاتها الذين تعاقبوا على سكناها، علماء وفقهاء وشعراء مزهوة بهم ويزهون بها، تستثير قرائحهم وأقلامهم منذ القرون الأولى وحتى العصر الحديث، وهي العامرة بأهلها على مدى هذه القرون التي امتدت حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين عندما خرج أهلها إلى فضاءات أخرى. برز من هذه الحارة مجموعة من أشهر العلماء والفقهاء الذين كان لهم الدور الكبير في التاريخ العماني، من أشهرهم الشيخ أبو جابر محمد بن جعفر الأسكوي، وهو صاحب كتاب الجامع الذي عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، وكان أحد أصحاب مدرسة الرستاق. كذلك الشيخ القاضي اللبيب والشاعر الأديب سالم بن محمد بن سالم الدرمكي، ويكنى بأبي الأحول، عاش في القرن الثاني عشر هجري ومطلع القرن الثالث عشر الهجري ببلدة اليمن، حيث اشتهر بغزارة علمه وفصاحة شعره. ومن أشهر قصائده قصيدته النونية في مدح السيد حمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي، ويقول في مطلعها: ما بين بابي عين سعنة واليمن سوق تباع به القلوب بلا ثمن، تجروا بما احتكروا به وتحجموا، فجواب من يستام منهم لا ولن. وكذلك من أشهر الأدباء والشعراء المعاصرين الشيخ الأديب الشاعر ناصر بن علي الصقري، والشيخ الفقيه والشاعر الأديب خلفان بن محمد الرواحي، والشيخ الدكتور الفقيه سالم بن محمد الرواحي. ما بين بابي سعنة واليمن سوق تباع فيها النفوس بلا ثمن،